السلام عليكم، ازيكم؟ ما عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. انا جاي النهارده عشان نتكلم معاكم في كذا حاجه، في كذا موضوع وكذا حاجه حصلت الكام يوم اللي فاتوا. بس قبل ما ندخل على الفيديو، يا ريت نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل كل جديد. ويلا ندخل على الفيديو. النهارده يا جماعه جيت عشان اتكلم معاكم في كذا حاجه. هو من ضمن الحاجات اللي انا جاي اتكلم معاكم فيها على لقاح كورونا. فانا الصراحه يا جماعه بنصح الناس تاخده. انا كنت زيكم متردد ان انا اخده، بس صراحه لما قعدت افكر ونعم يعني انا اخدته يعني عشان بالنسبه لشغلنا وكلام من ده واختلاطات وكده واختلاط، فقلت لازم اخده، مفيش مشكله عادي. هو لقاح عادي، يعني تطعيم عادي زيه زي اي تطعيم عادي، بس اعراضه بتبقى خفيفه، مش اعراض جامده او حاجه. انا ما اعرفش، يمكن كل جسم يختلف عن التاني، لكن انا كل اللي حصل لي سخونه ورعشه وصداع بس، وكان جسمي هو اللي وجعني والم في الجسم بس، مش اي حاجه تانية، ما فيش حاجه. ومكان الحقنه هو اللي ورم لحد دلوقتي، يعني احمر كده وهو اللي بيوجعني. دي اول حاجه حبيت اتكلم فيها وانصح ناس كده تاخده. محدش يخاف على فكره، ما فيهوش حاجه، محدش يقول لكم ده بيعمل ده. انا اتقال لي ان النوع اللي انا اخدته اللي هو الاكسفورت البريطاني انه بيعمل تجلط وبيعمل حاجات غريبه كده، بس انا قلت لا، يعني ازاي يعني هما هيعملوا، هيأذوا الناس بالطريقه دي مثلا او حاجه؟ لا ما اعتقدش يعني. فانا اخدته الحمد لله، يعني الجرعة الأولى، لسه الجرعة التانية بعد شهرين. دي أول حاجة حابب أتكلم فيها مع الناس، عن أشرح لكم الموضوع بتاعها إيه يعني، بس مش أكتر. وتاني حاجة، هو الصراحة في يوتيوبر من يومين توفت، من 3 أيام. هو اللي يعرف قناة حمدي ووفاء هيعرف الموضوع ده، اللي يعرف قناته. هو أخت حمدي ان زياد هي اللي توفت. فانا مش طالع عشان مثلا اتكلم في الموضوع. ناس كتير اتكلمت في الموضوع ده، بس انا اللي ضايقني حاجه واحده، ان في ناس بتفتي وناس عماله تقول كلام. يعني اخر حاجه سمعتها ناس طالعه تقول ايه، ان هي ما توفتش، وان هم بيعملوا كده عشان يجيبوا مشاهدات لقناتها كتير وعشان الناس تروح لها كتير، وشو يعملوا شو اعلاني. يعني انا نفسي افهم ايه العقليه دي، يعني ايه العقلية دي، نفسي افهم للدرجة ديت. يعني هيموتوا اختهم عشان المشاهدات وعشان الارباح؟ يعني نفسي افهم حاجة. هم بعد 48 ساعة او بعد يومين طلعوا يعملوا 4 فيديوهات. يا جماعة دي هم احرار فيها، حاجة تخصهم هم، انتوا بتتدخلوا فيها ليه؟ يعني هم احرار، هم يحبوا ان شاء الله كانوا يطلعوا في نفس اليوم، هم حرين، ما حدش يحاسبهم ولا حد يقول يعني هما مش زعلانين. الحزن عمره ما كان بيبان في الوش، عمره. هتقولي حد توفي عنده حد وقاعد حزين ومكتئب ومن يوم ما الشخص ده مات من عنده؟ انا والدتي متوفيه وبعيش حياتي عادي وكل حاجه، بس زعلان من جوايا ومقهور من جوايا، بس هعمل ايه؟ طيب قضاء ربنا. فيا ريت يا جماعه قبل ما نقول حاجه او قبل ما ننتقد حد او قبل ما نقول حاجه عن حد، يخلينا في نفسنا بجد والله. دعوا الخالق للخالق، هم يطلعوا يعملوا فيديوهات في نفس اليوم، يطلعوا بعد 3 أيام، يطلعوا بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، هم حرين. دي حاجة هم اللي بالمصيبة دي، مش حد تاني. فياريت نبطل كلام كتير وفشر كتير، في ناس بتصدق الكلام ده. يعني زي برضو كان يجوا يقولون ايه ده قبل ما تتوفى، ده هي عاملة كده علشان هتعمل لوك جديد وعلشان هتقلع الحجاب وعلشان يا جماعة في ايه؟ ارحموا الناس، ارحموهم شوية. انتم ايه؟ اي حاجة كده عايزين تشبعوا فيها لكم وخلاص، اي حاجة عايزين تمشوا فيها، عايزين تتشهروا باي طريقة وخلاص، عايزين تجيبوا مشاهدات باي طريقة وخلاص. انتم في ايه بجد؟ انتم في ايه؟ ما ينفعش كده، يعني بجد ما ينفعش. لازم قبل ما نعمل اي حاجة نفكر فيها. يعني هم اولا ما شاء الله تبارك الله ناس مشهورة، وبسم الله ما شاء الله قناتهم كبيرة ما شاء الله تبارك الله،
وهم بيقدموا اصلا محتوى حلو. على فكره هسيب لكم روابط قنواتهم، حمدي ووفاء، يوميات حمدي ووفاء، وقناه حوارات اخواته اخواته، وقنوات يعني اخواته كلهم، حتى قناه ام زياد الله يرحمها هتبقى في التعليق المثبت. هسيب لكم قنواتهم، ادخلوا وشوفوها. ناس بتقدم محتوى ما شاء الله تبارك الله حلو، ناس بتقدم محتوى كويس، بيعملهم فلوجات، بيعملوا فيديوهات حلوة يعني، يعني تدخل على البيوت كويسة. يعني انتم ليه كده عمالين تنتقدوا تنتقدوا أي حد؟ ليه أي حد يبقى ناجح ننتقده؟ ليه؟ يعني أنا نفسي أفهم حاجة، ليه أي حد يبقى مشهور أو حد مثلا يقدر يبقى تعب على قناته أو تعب عشان يوصل نهاجمه؟ نطلع نقول عليه أي كلام في أي كلام وخلاص، أي حاجة أو أي حاجة نقولها عنه وخلاص. ليه؟ بدل ما نقف معاه ونساعده ونقف مع القنوات اللي هي الكويسة ديت اللي بتقدم محتويات كويسة، بدل ما نروح نقف مع قنوات بتقدم حاجات مش كويسة، لا نقف مع القنوات الكويسة، نوقف مع القنوات اللي بتقدم محتوى لو دخل البيت أو حتى الأطفال شافوه عادي مفيش أي فيه أي حاجة. يعني أنا مش فاهم الصراحة، يعني كل حاجة نقعد ننتقدها، كل حاجة عشان نطلع نعمل مشاهدات ونطلع نجيب فيوهات ونطلع نشوف مش عارف فلوس وأرباح، ننتقد كل اللي احنا فيه بس ننتقد وخلاص. يعني أنا نفسي أفهم حاجة، أنتم يعني الناس اللي تحب تنتقد دي وعمركم ما حطيتوا نفسكم في مكانهم، أو عمركم ما فكرتوا كده في يوم من الأيام إن أنتم هتحطوا نفسكم في نفس مثلا الموقف اللي هم حطوا نفسهم فيه ده، أو الحاجة اللي أنتم بتنتقدوا الناس فيها انتوا تحطوا فيها في يوم من الايام، او الناس بتنتقدكم انتوا كمان؟ مفيش حد كامل، كمان لله وحده، كمان لله وحده. فقبل ما ننتقد حد يا ريت يا ريت نشوف نفسنا الاول، وغير كده يا ريت يا ريت دع الخلق للخالق، ربنا اللي عالم بخلقه. فما نقعدش ننتقد اي حاجه، نطلع نقول اي كلام وخلاص عشان نجيب مثلا فيوز، عشان نجيب ارباح زياده او اي حاجه عشان نتشاف بس وخلاص. لا على فكره احنا بنحب يقدم محتوى، يقدم محتوى لو حتى نقد، حتى نقد يدي نقد بناء، اللي هو مثلا شاف حاجه مثلا ما عجبتش حد، ما عجبتوش، يقولها بطريقه كويسه، ينتقد بطريقه كويسه، يعرف مثلا الشخص ده ان الحاجه ديت مثلا بتاعته مش كويس، او ما يعملش كده تاني بس بطريقه باسلوب كويس. بس عشان ما اكترش في الكلام ولا اكتر في المواضيع، فياريت لما نحب نطلع نقول حاجه نقولها بطريقه كويسه، وما نقعدش نفتي ونقول كلام بالكذب. يا ريت نتحرى الصدق صح، ونعرف الحقيقه صح، ونطلع نقولها علشان ما نعيبش في حد ونقول على حد كلام ويطلع غلط في الاخر. بس فانا كده هخلص الفيديو خلاص، واقول لكم ربنا يوفقكم كلكم، وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم، ويا رب كل الحق اللي هو عايزه. وبس، واقول لكم كملوا، محدش يقف ولا يستسلم ولا اي حاجه، كملوا هتوصلوا ان شاء الله. ويلا في حاجه معلش، في دعاء هسيبه لكم في الاخر، يا ريت تبقوا تشوفوه او تقروه او تحفظوه عندكم او اي حاجه. الدعاء ده انا اسمع انه كويس جدا لحاجات كتيره، وزي ما قلت لكم هسيب لكم رابط قنوات يوميات حمدي ووفاء وحوارات ومحمود وسحر ويوميات ام زايد في اول تعليق مثبت. ابقوا ادخلوا وشوفوا الفيديوهات بتاعتهم. وبس ده كل اللي اقدر اقول لكم عليه، ويلا كل ياخد باله من نفسه، ويلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.